أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع الباحث الأردني الأستاذ إبراهيم غرايبة. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. يا مرحبا دكتور. طبعا نجري هذا الحوار وما زلنا في أجواء زيارة البابا فرانسيس، وكذلك يعني بعد أن شاركنا سويا في مؤتمر الأخوة الإنسانية هنا في أبوظبي. حديث إيجابي بالمجمل، جلسات في أغلبها تدعو إلى التعايش، إلى الحوار بين أتباع الأديان المتنوعة، تغليب المصلحة الإنسانية على أي مصالح إيديولوجية أو دينية أو مذهبية أو طائفية. هل نحن عمليا فعليا، وأنت المتابع والراصد والمشارك في مثل في كثير من هذه الفعاليات، هل خرجنا من دائرة الحوار النخبوي حول حوار الأديان وما شابهه إلى برامج عملية فعلا تترجم هذه الأفكار إلى ما يفيد الناس على في الواقع؟ شكرا جزيلا دكتور سلمان. يعني المسألة ليست حالة عامة لنقل إنها صارت حالة عامة شاملة اجتماعية، وليست أيضا نخبوية. في تقدم جيد من الدوائر المغلقة إلى اقتراب من الناس أكثر. المؤتمر كان كما تفضلت كثير إيجابي، واستمع الممثلو الأديان من كل والمذاهب والثقافات إلى بعضهم. عرفنا، أنا من الناس اللي استمع مباشرة وتحدث مع كثير من ممثلي أديان لأول مرة بالنسبة لي، التقي مباشرة بهم، بوذيين، الهندوس، الزرادشتيين مثلا. إحنا في المنطقة معرفتنا أكثر بالمسيحيين وباليهود من بعيد، ما كناش أيضا نتحدث معهم وجها لوجه، ورؤى فيها تعميم في الغالب كانت. نعم. يعني نعم. اكتشفنا أننا لا نعرف بعض، حتى إحنا المتخصصين الدارسين المثقفين لا نعرف بعضنا جيدا، يعني نطلع على أشياء جديدة بعضها إيجابية وبعضها ليست إيجابية عن الأديان وعن المذاهب وعلاقاتها والتشابه بينها وإمكانات التعاون. لكن في تطور أكيد إيجابي. اليوم نتحدث عن المحبة ونرفض تمجيد الكراهية. قبل فترة جيلي وربما تتذكر كان تمجيد الكراهية وتمجيد القتل، تمجيد الحروب، مسألة نفتخر بها في الإعلام، في الثقافة، في المناهج التعليمية. يعني الخطاب بدأ يتغير فعلا. الخطاب بدأ يتغير على مستوى أكثر من النخب، من تمجيد السلام بدلا من تمجيد القتل، تمجيد المحبة بدلا من تمجيد الكراهية. تجريم الكراهية هذا جديد علينا، يعني قانون تجريم الكراهية في دولة الإمارات قبل 3 سنوات أو 4 سنوات اللي بدأ جديد على الثقافة العربية. ونواجه احنا المثقفين كثيرا من الاعتراضات إنه الثقافة السائدة تعتبر الكراهية جزء من المواجهة مع الأعداء، رغم أنه هذا مستقلين عن بعضهم. حتى في الصورة حينما ترى شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان بهذه العلاقة الودية الحميمية، بهذا الخطاب الإنساني المبهر، لابد أن يؤثر يعني على قطاع كبير من شباب المنطقة. أكيد يعني. نعم. يعني ثم هم احنا بنحكي عن ممثلين لديانتين كبيرتين اكثر من ثلثي البشريه. المسيحيين في العالم اكثر من 2 مليار، نصفهم كاثوليك، يعتبرون البابا فرانسيس ممثلا لهم ومرجعيتهم الكنيسه الكاثوليكيه. والمسلمين في العالم يعتبرون الأزهر مرجعية تاريخية، ليس بالمؤسسية اللي موجودة عند الكاثوليك بسبب طبيعة المسلمين. السنة المؤسسة ليست جزءا من العقيدة والممارسة الدينية، لكن لها تأثير واقعي وفكري وعملي وتعليمي وإرشادي تاريخي جدا. الأزهر أقدم جامعة في العالم. صحيح. وهناك من يقول على يعني موضوع وثيقة الأخوة الإنسانية، وهي يعني نص مبهر فيه بعد إنساني عظيم، لعل الحكومات أيضا ما فيك تترك هذه المسألة فقط لأفراد أو مؤسسات محدودة الإمكانيات، لابد للدول للحكومات أن تساهم في تفعيل مثل هذه المبادئ وهذه الأفكار. نعم صحيح. الوثيقة يعني مبادئ عامة تتفق عليها جميع الأمم والدول، وتصلح أن تكون من الوثائق العالمية مثل وثيقة إعلان حقوق الإنسان اللي تدعو للمحبة والتعاون
وبالمناسبة هذا لا يعني التخلي عن الحقوق ولا عن الخلافات ولا الإقرار بالاحتلال ولا الإقرار بالخطأ، يعني لا نحتاج في خلافاتنا أن نكره بعض. نعم. الخلافات التجارية والسياسية والخلافات الاجتماعية حقيقة بعضها سلمي وبعضها فيه عنف، لكن هذا لا يعني الكراهية، لا يعني المضي بالقسوة في العداء إلى الاستقواء على الضعفاء، على الأيتام، الأرامل، الناس المشردين، ضحايا الذين ليسوا هم شركاء في هذه النزاعات بين الأمم والمذاهب. تستشهد أيضا إذا أذنت لي، تستشهد في إحدى مقالاتك بمقولة كاس سينشتاين الذي يقول: التشابه يؤدي حتما إلى التطرف، والاختلاف يؤدي إلى الاعتدال. ماذا تعني هذه المقولة؟ نعم، يعني رفض الآخر، متى يرفض الإنسان الآخر؟ هو التطرف رفض الآخر، الشعور بالتميز والاستعلاء، الإشمئزاز من الآخر أيا كان هذا الآخر. يتشكل هذا الشعور لما يكون الناس متماثلين في كل شيء، لكن لما يكون في تنوع في الثقافات، في الأفكار، في الاجتهادات، هذا الاختلاف يجعل الإنسان يفكر باحتمال خطئه واحتمال صواب الآخر، فيجعله أقل يقينية، يجعله يفكر في الجوانب المختلفة لدى هذا الإنسان. القرآن يدعونا إلى ذلك، يعني لما يتحدث عن صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، كلها يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا التنوع يجعل الإنسان يتقبل، نعم، حتى لو كان خطأ ربما يكون، ويتعود على الاختلاف والعيش والتنوع، نعم، والتعايش، نعم، والعيش معا، نعم، نعم. أيضا تقول: لا يمكن حل مسألة اعتناق الدين أو تغييره إلا بتعويمها وتحويلها إلى مسألة شخصية لا تتدخل فيها الدولة ولا تطالها القوانين ولا تغير في الاعتبار القانوني والشخصي للمواطن. ماذا عن التشريعات التي تتناول ازدراء الأديان؟ نعم، هذه من الإشكاليات اللي دائما تثار في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حتى في العالم المسيحي، نعم، في عالم الغرب، أنه وجود الدين والمعتقد الديني جزءا من المسألة القانونية. نعم. يعني أن تصبح معتقدات الناس جزءا من القانون، فيحاسب القانون الناس على معتقداتهم، وهذا غير ممكن. يستحيل أن تجبر أحدا على اعتقاد أو تمنعه من اعتقاد. وهذا أيضا يعني بالضرورة، طالما أن الإنسان حر في اعتقاده، ألا يكون الاعتقاد جزء من الفضاء العام العقلاني. الإنسان يؤمن بأفكار ومعتقدات وممارسات يعتقد أنها نزلت من السماء، لكن الفضاء العام عقلاني يجتهد به بعقولنا ونشارك به جميعا، ونحن عارفين أنه هذا الاجتهاد اللي نشارك فيه يحتمل الخطأ والصواب، يحتمل المصالح والأهواء. إحنا نشارك كبشر وندرك طبيعتنا كبشر، فلا يمكن، نعم، أن ندخل هذا اليقين بهذا غير اليقيني. فالأصل أننا نشكل حياتنا، فضاءنا العامة، مجتهدين كبشر، ونحترم اعتقادات الناس أيضا، نمنع الازدراء أو السخرية منها، لأن هذا له اعتقاداته، طالما أن اعتقاداته فردية لا تؤثر على الفضاء العام، لا تخل بالعقد الاجتماعي. أليس التدين مسألة فردية أستاذ إبراهيم؟ يجب أن تكون كذلك، يجب أن تكون كذلك، خاصة في هذا العصر اللي تنوعت فيه الثقافات وتداخلت المعرفة، وأصبح كل إنسان يشكل أفكاره ومعتقداته. ثانيا، لا يمكن أن نلزم الناس باليقين بمسألة غير يقينية، يعني لا يمكن معالجة غير اليقينية باليقين، لا يمكن معالجة المتغير بالثابت. مثلا شؤون الاقتصاد، التعليم، العلاقات، الناس، الدول والمجتمعات تقوم على المصالح، يعني هي ما هي الدولة؟ في موارد عامة ويجري إنفاقها، وفي عقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين كيف ننفق هذه الموارد. نعم. فهي مسألة إنسانية تحتمل الخطأ والصواب، متغيرة حسب أولويات الناس. ما نرى الآن من أولويات لم يكن أولويات قبل سنوات، وما سيكون أولويات بعد فترة ليس الآن. فلا يمكن أن ننشئ يقينا نعتقد أنه هذا هو الحق الذي نزل من السماء، ونطبق، نعم، بناء عليه أشياء غير يقينية وغير، نعم، ثابتة. من الملاحظات الكبيرة اللي لاحظناها خلال مؤتمر الأخوة الإنسانية على مستوى أغلب المشاركين من كل الأديان وبهذا التنوع العجيب، يعني
هناك سؤال يطرحونه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن مستقبل الدين، وهم هؤلاء بين قوسين رجال الدين، كأنهم لديهم خوف على مستقبل الدين. هل قرأت هذا الخوف، وما أسبابه في ظنك؟ صحيح، وفاجأني أن رجال الدين الهندوس الأكثر إدراكا لهذه المسألة. بالنسبة لي كانت مفاجأة، يعني كونه مهتم شخصيا بهذه التحولات وعلاقته بأفكار الناس وعلاقاتهم. تاريخ البشرية، الإنسان لما نيجي من تشكل الحضارة، من معرفتنا يعني اللي نعرف تشكل الحضارة، كان الدين جزء أساسي في التنظيم الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع. يعني هو الأداة التي تجمع الناس حول أفكار وسياسات معينة. رجل الدين كان هو المعلم، هو الطبيب، هو القاضي، هو المرشد الزراعي والعلمي. يعني هو كان يقود معظم المعرفة، يقدم للناس المعرفة في كل شؤونهم الحياتية. وكلما تقدمت الحضارة وكل ما تقدم العلم والمعرفة، كان ينحصر دور الدين في هذا المجال. انتقل الطب من الشيخ أو من الكاهن إلى العيادة والمستشفى والتجربة، انتقلت الزراعة من الكهنة إلى العلم والتجربة والمهندسين والإدارات، وهكذا التعليم. آبائنا علموهم، كانوا يتعلمون في المساجد كلهم، يعني لحد فترة قريبة ما أدركناها إحنا، لكن آبائنا يتذكرونها كلهم. درسوا في المساجد والكتاتيب. لم يعد الآن رجل الدين هو اللي يعلم الناس، الآن بيعلم الناس شباب درسوا في الجامعات وسافروا وأخذوا تجارب جديدة وفي وسائل التربية والتعليم والمعارف والمهارات، وانسحب رجل الدين من ذلك. وهكذا كلما تزيد معرفة الناس كلما تتقدم حضارتهم. بس هل هذا الخوف، لا أعني أشخاص بعينهم ولكن بشكل عام، هل الخوف على يعني أن يقل دور الدين في حياة الناس، لا أتكلم عن التدين ولكن دور الدين في المجتمع، هل هو خوف على المبادئ التي يؤسسها الدين، أم مصالح لبعض المؤسسات الدينية وبعض المراجع الدينية؟ نعم، الدين باقي ويزيد تدين الناس. لم يعد الإنسان بحاجة إلى تقل حاجته إلى المؤسسة، لأنه تزيد معرفته، فكلما زادت معرفته تقل حاجته إلى المؤسسة الدينية وإلى رجل الدين. طبعا هي حالة قلق تشمل ليس فقط، إذا تلاحظ، ليس فقط المؤسسة الدينية، الصحافة، وسائل الإعلام، المدارس، الجامعات، كل مؤسسات. هناك تحولات مهولة في الفكرة، تحولات صادمة جدا. نعم، ويعاد تشكيل جميع المؤسسات. صحيح، هناك من يسأل عن مستقبل الجامعات، مستقبل التعليم الجامعي، مستقبل المهن والأعمال. هذا تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة. يعني الجيل الذي ولد اليوم سيعمل بمهن غير موجود الآن لا نعرفها. نعم، تقول إن الاستمرار في النظر إلى التطرف باعتباره مجرد نزعة فردية أو فهم مغلوط لنصوص دينية أو أيديولوجية يعفي الدول والمجتمعات من مسؤوليتها عن الفشل، ويساعد في تكريس التطرف ويقلل من فرص فهمه ومواجهته. اللي نعرفه واللي نطرحه دائما أنه عندنا خطاب ديني متشدد، أنه عندنا نصوص دينية تلقن للأطفال أو للشباب أو للمراهقين كما لو كانت نصوص مقدسة، وهم بالتالي يقتلون وينهبون ويسبون ويمارسون كل أنواع الجرائم باسم الإله. نعم، يعني هي الدين، النص الديني موجود على مدى نعم آلاف السنين. لماذا يزيد التطرف؟ يعني لماذا هذا النص الديني صار مصدرا للتطرف الآن ولم يكن من قبل؟ ثم بملاحظتنا الواقعية لخريطة التطرف وما دراسات الكثيرة جدا معظمها الغرب عملوها طبعا، لدراسات في علم النفس، في علم النفس السياسي، في البيولوجيا، السلوك الديني والثقافي، في رابط. وبنلاحظه احنا يعني كمثقفين، بتلاحظ أن هشاشة الدول والمجتمعات فيها تطرف. الدول الهشة، نعم، المجتمعات الهشة يزيد فيها التطرف. الدول الفاشلة اقتصاديا أو أمنيا يحدث فيها التطرف، فهي مرتبطة بفشل الدول والمجتمعات. الدول المزدهرة، المجتمعات اللي تحقق لمواطنيها مستوى متقدم من التعليم والرعاية والأمن
لا يتطرفون، ما في تطرف. يعني لننظر إلى خريطة العالم ونلاحظ كيف متى وأين وكيف يحدث التطرف، مرتبط بحالة الفشل الاقتصادي والاجتماعي. يا صحيح، ولذلك الدول المنشغلة بالتنمية والبناء الاقتصادي تجد فعلا التطرف قياسا بالدول الأخرى أقل بكثير. حتى نمط التدين يختلف. نعم. ينشئون نموذج في فهم الدين وتطبيقه ومجالاته. نعم. يتفق مع المستوى الحضاري والاجتماعي اللي وصل إليه الدولة. نعم. والمجتمع. بأستأذنك بالفاصل الأول أستاذ إبراهيم غرايبة، بعد الفاصل أيضا بأستأذنك أن نفتح ملفات قديمة للأستاذ إبراهيم غرايبة، قصة الإخوان، الانتماء للإخوان، ثم بين قوسين الانقلاب على الإخوان، بعد الفاصل. إذن نواصل هذا الحوار مع الباحث الأردني الأستاذ إبراهيم غرايبة، وكما وعدت مشاهدي ومستمعي حديث العرب سنفتح ملف قديم للأستاذ إبراهيم وهو الانتماء للإخوان المسلمين. لك في كتابك منديل أزرق جميل هناك فصل من اليقين إلى الشك، العادة نقول من الشك إلى اليقين، ولكن أنت ذهبت من اليقين إلى الشك، هل هذا له علاقة بتجربتك مع الإخوان؟ هي هذه هي قصة العلاقة مع الإخوان، هي الرحلة من اليقين إلى الشك. كيف؟ اشرح لنا رحلة اليقين إلى الشك. يعني احنا جيلي الذي لما وعينا بسن المراهقة وبدأنا نتعرف ونسأل، كان الموضوع اللي يلقي على الحدث الكبير هو هزيمة 67، والتي عملت صدمة كبيرة للجيل اللي يعلمنا والأكبر. نعم. منا احنا كنا أطفال أدركنا ونتذكر الهزيمة وعشناها يعني تماما، لكن الجيل اللي نحتك بهم من طلبة الجامعات وأساتذتنا كانوا في حالة من المراجعة والإحباط مع التيارات السياسية والفكرية اللي كانت سائدة وقتها، أقصد القوميين واليساريين، وصارت موجة كبيرة من صعود الدين والعودة إلى الدين في السبعينات، وإحنا أنا كنت جزء من هذه الموجة. نعم. التي أقبلت. نعم. على الدين ومعرفة بالدين ومعالجة الاعتقاد أن الدين هو الذي سيخرجنا من الهزيمة. نعم. هو الذي سيخرجنا من التخلف، الخوف الذي شعرنا به يمنحنا الطمأنينة واليقين، وتعرفنا على الإخوان بطبيعة الحال كانوا هم الأكثر حضورا وانتشارا. نعم. في وكنا بوقتها نقرأ، أدركت نهايات المرحلة الإصلاحية من الإخوان، لما كان الإخوان المسلمين يقدمون الثقافة الدينية التقليدية وجزء من الدولة والمجتمع، يعني كانوا يعملون على إصلاح الدولة والمجتمع من خلال هذه المؤسسات ومن خلال التأثير على الدولة والمجتمع. وكنا نقرأ على سبيل المثال، قلت كنا نقرأ نيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني، قرأنا العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب، ثم وفي سرعة نقلونا الإخوان إلى من يعني رمزيا أسميها من العدالة الاجتماعية في الإسلام إلى معالم في الطريق، التكفير المجتمعات والدول والأفراد، الانفصال عن المجتمع، بدل من إصلاح المجتمع أسلمت المجتمع، أو البديل، المصطلح البديل المصطلح الأكثر استخداما. نعم. لم نعد إحنا نريد أن نصلح الأفراد والمؤسسات، نحن ننشئ بديلا لهذه المجتمعات والمؤسسات ونستعلي عليها بإيماننا. نعم. نشمئز. ما هي النقطة الفاصلة في قصة إبراهيم غرايبة مع الإخوان التي فعلا يعني أقنعتك بأنه هذه الجماعة أنت لا تنتمي لها فكريا ولا سياسيا؟ نعم. يعني هي مرحلتين سأحدثك عنها، الأولى هذه المسألة. نعم. أنه في هذا الفكر اللي تشبعنا به، فكر المفاصلة والبديل والاستعلاء، ظهرت جماعة التكفير والهجرة، أحداث الاغتيالات اللي صارت في مصر 77، ثم صعود جماعة الجهاد واغتيال السادات، صار جدل صادم داخل الإخوان، هم يفكرون مثلنا تماما. نعم. نفس الأفكار، لا نختلف في أفكارنا وكتبنا وخطابنا عن التكفير والهجرة وعن الجهاد، إما أن نفعل مثلهم إذا كان كلامنا صواب، وإما إذا كانوا هم مخطئين معناته أفكارنا مخطئة.
وبدأت أراجع، إما قررت إما أني أكون مثل الجهاد وجماعات التكفير، وإما أن أتخلى عن هذا الفكر. إذن أنت تقول أدبيات الإخوان النصوص الفكر هي ذاتها أدبيات التكفير والهجرة. نعم. وفي الأخير ستقود إلى التطرف. بالتأكيد، يعني هو الفرق بين الإخوان وبين الجهاد والجماعة التكفير إنه هذلاك يطبقون ما يؤمنون به، نحن نؤمن بشيء ولا نطبقه عمليا. يعني هيك كان الجدل بيننا الداخلي، إنه إحنا نقول نفس الكلام نفس الأفكار ولا نطبقه، هم بيطبقوا ما يؤمنون به. فصار في صدمة كبيرة من هذا الفكر، إنه إحنا ننشئ فكر متطرف منفصل مستعلي على المجتمع، يشمئز يكره الآخر، نفس الوقت نحن منعيش وفي هذه المؤسسات ونشارك فيها. يعني في تناقض كبير بين سلوكنا وأفكارنا، نعلم الناس الانفصال ونمارس معهم الحياة اليومية والمؤسسات. ولكن حينما تركت الجماعة، هل واجهت بنقد بملاحقات بأذى؟ طبعا يعني احنا ظلينا سنوات في جدل داخلي حول هذه المسألة، صرنا تيارين داخل الجماعة، تيار العودة إلى الإصلاح ويطالب بعودة الإصلاح ونبذ هذا الفكر المتطرف، وتيار يؤمن بهذه الأفكار ويدعو إليها وإلى تطبيقها. نعم. تقول أيضا في نقدك للإخوان: لم يعد الإخوان المسلمون جماعة دعوية تأثيرية ولا تحولوا إلى حزب سياسي، ولكنهم صاروا جماعة تمارس السياسة ولم يتخلوا عن الفكر الانفصالي المتناقض مع المشاركة، فصاروا يمارسون المشاركة بمحتوى مضاد. نعم. ينقلب عليها. لو نوضح في هذا المقولة. هذا الصدمة الثانية اللي صارت 89. انهيار جدار برلين والاتحاد السوفيتي، وصارت موجة. موجة ديمقراطية، استؤنفت الديمقراطية بالأردن وفي 45 بلد في العالم. جرت فيها انتخابات لأول مرة، وعدلت كثير من الدول جميعها، جميع دول العالم، بعلاقاتها السياسية ونظامها الداخلي ودساتيرها باتجاه موجة جديدة صارت بدأت تتشكل من 89. فصار جدل كبير إنه إحنا الإخوان دخلنا بالانتخابات النيابية وإلنا كتلة نيابية وازنة، نفس الوقت فكرنا انفصالي يكفر الناس يحرم المشاركة، نقول عن الأنظمة السياسية أنظمة جاهلية، نعتقد أن المشاركة فيها حرام، بنفس الوقت إحنا جزء من النواب وجزء من الحكومات ومن المؤسسات ومن الحياة التشريعية. صار حالة هنا التحول بالنسبة لي هو الصادم جديد، إنه هل يمكن، هي اللي بدأنا فيها الحديث. نعم. هل يمكن أن ننشئ مشاركة سياسية على أساس الديمقراطية والتعددية وبفكر ديني؟ هنا الصدمة الكبيرة اللي خلتني أترك الإخوان، إنه هذا لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية إسلامية. الحقيقة ما كنا نسمي من مشاركة سياسية للحركات الإسلامية اللي صارت في دول عربية وإسلامية كثيرة لا هي ديمقراطية ولا هي إسلامية. البعض يصفها بانتهازية مؤقتة، يعني هي أضرت بالإسلام وبالديمقراطية. أنا أقصد أنه ركبوا فكرة أو مفهوم الديمقراطية للوصول للسلطة. نعم. ثم نلغي هذه الفكرة ونحرمها، يعني إما إلغاءها وإما إفشالها. إنه إحنا لا يمكن أن نذهب إلى الانتخاب والجدل العام إلا بيقيننا أنه لا أحد يملك الصواب. هو إحنا لو نعرف الصواب ما بصير جدل ولا بصير انتخابات، ما إحنا عارفين. ليش؟ لماذا نذهب إلى الانتخابات وإحنا عارفين؟ لماذا نصوت ونطلب رأي الأغلبية في المجالس التشريعية والمجالس الحكم ونحن نعرف الصواب موجود؟ فلا يمكن أن يكون هناك مشاركة إلا الشك، بعدم اليقين، بجزء عبارة الشك. نعم. نشفل منها بالثقافة العربية. نعم. لا يمكن لليقين أن ينشئ حالة يتعامل مع حالة غير يقينية. نعم. فأيقنت وقتها أنه لا يمكن، ليس هناك شيء اسمه ديمقراطية دينية، لا يمكن. الإسلام السياسي فكرة تدمر، تلحق ضررا كبيرا بالدين وبالسياسة، يجب حماية للدين والمتدينين أن لا يقحم هذا اليقين اللي هو. نعم. لأجل أهداف مختلفة عن هذا غير اليقيني. نعم. وهذا لا يتعارض مع الدين، ليس مطلوبا. يعني الخطاب الديني الذي أنشأناه وتعبنا عليه. نعم.
وشاركت في الأنظمة السياسية جميعا، في كليات الشريعة والمؤسسات، المصارف الإسلامية، نظام السياسي الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، التعليم الإسلامي، يعني صار عليها شغل كبير في مشاركة بين في مرحلة من المراحل بين الجماعات وبين الحكومات والدول والجامعات، رسائل ماجستير ودكتوراه، تحويل الخطاب العام إلى يقينيات. يعني إحنا نعم. إحنا نقول للناس إنه هذا هو الإسلام، هو اجتهاد للمفكرين، قراءة. نعم. وعودة إلى طرحك حول الإسلام السياسي، تقول أيضا أن مشكلة الإسلام السياسي ليست متعلقة فقط بموقف الجماعات من العنف والديمقراطية، ولكنها قضية تخص علاقة المسلمين بالدين والدولة والمجتمعات وتنظيم حياتهم وشأنهم الروحي. نعم. موضح. هذه الإشكالية اللي دائما بصير جدل، حتى كثير من غير الإسلاميين بصير جدل بينا، إنه الحركات الإسلامية الإسلام السياسي يقبل باللعبة السياسية الديمقراطية، يقبل بالسلم والتجربة، يعني تجارب صحيحة على ذلك في الأردن، في باكستان، في ماليزيا، في إندونيسيا، في الكويت، في إنه جماعات ملتزمة بالسلم وملتزمة صحيح، هذا صحيح، لكن الضرر الكبير هو بالعقد الاجتماعي والفلسفة السياسية المنظمة لعلاقات الناس. إنه نحن صحيح ملتزمين بالسلم والانتخابات، لكن في إرهاب فكري نقول للناس إذا أنت لم تفعل ذلك أنت تخالف الدين، فأنت تمنع الاجتهاد، تمنع الحريات الفكر، تمنع قدرة الناس إنه هو يخاف إنه هو مخالف الدين. وبالفعل أنت ترى في جدلك مع كثير من غير المتدينين، غير الملتزمين من غير الإسلام السياسي، هو يشعر بالخطأ إنه هو مخالف لأمر الله دائما، يعني في جدلنا معهم. نعم. وهذه نتيجة طبيعية للتكثيف الخطاب الوعظي على مدى عقود. تكثيف الوعظ وتحويل الخطاب إلى دين، الخطاب بما هو المعالجة الإنسانية المنهجية للنص الديني حولناه إلى دين. يعني أقول لك مثالا، القرآن الكريم يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. الآن عندنا كليات المصيرفة الإسلامية اللي تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الصيرفة الإسلامية، وليس عندنا إلا هالكلمتين. ماذا يدرس الطلاب في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بكليات الصيرفة الإسلامية؟ ولا يوجد إلا كلمتين في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا. كل هذا الذي يدرسه الطلاب ويسمى صيرفة إسلامية ليس إلا اجتهادات إنسانية مستمدة من العلوم الاقتصاد والمحاسبة البشرية الموجودة، وليست دينا، حتى لو كانت صوابا ليست هي الدين. فكرة قابلة خطاب. للنقد. نعم. قابلة لأن تكون صوابا. نعم. أو خطأ. نعم. أيضا عودة لموضوع الإخوان، أشرت في قراءتك لكتاب لمحمد البطاينة إلى قلت بأن أزمة الإخوان المسلمين، طبعا تقصد في الأردن، هي أزمة الهوية السياسية للدولة الأردنية والمجتمع الأردني، فقد تحولت الجماعة أو ما بقي منها مظلة سياسية واجتماعية للرافضين الاندماج في المشروع السياسي الوطني والراغبين في هذا الرفض والمستفيدين منه. يعني كيف هم جزء من العملية السياسية ولكنهم deep down يعني في قرارة أنفسهم هم ضده، خارجين منها. نعم. هاي إشكالية ربما تكون واضحة في الأردن أكثر من غيرها، لكن تميز الإسلام السياسي إنه الأصل أن العقد الاجتماعي هو حول المكان. الناس في هذا المكان أنشأوا دولتهم وأقاموا عقدا بينهم وبين الدولة، النظام السياسي الذي يحكمهم على إدارة الموارد وتوزيعها، وأنشأوا بلديات ومؤسسات ووزارات، فالعملية السياسية هي هذا الجدل، فهي إدارة المكان والموارد. لما الناس تخرجهم من هذا الجدل إلى جدل عن القضايا خارجية وبعيدة لا يمكن لدولة أن تؤثر فيها كثيرا، قول عن الاحتلال مثلا، عن الوحدة العالم الإسلامي، عن تطبيق الشريعة، الأفكار الكبرى التي تفوق أصلا قدرة أي دولة، تفوق أي دولة في العالم، يعني حتى لو كانت كبيرة وقوة عالمية لا تستطيع أن تطبق هذه الأفكار وتفرضها إن كانت صحيحة أصلا. فنحن نخرج جمهورنا وناخبينا من الجدل والتفاعل مع قضاياهم، التعليم، الصحة، الجريمة، الأمن، البلديات، قضايانا وحياتنا، إلى أنه نخرجهم إلى احتجاجات كلها عمليات احتجاجية نظرية لا تضر ولا تنفع، حول العلاقة مع إسرائيل، المعاهدة مع إسرائيل، ظلينا 25 سنة ونحن
جمهورنا نعزل عن الحياة والمشاركة السياسية لأجل معارضة المعاهدة، معاهدة التسوية بين الدول العربية وبين إسرائيل. لا أثرنا على المعاهدة بشيء ولا أشغلنا الناس بحياتهم، ثم صار في مع الوقت انفصال انفصال لهذه القواعد الاجتماعية عن العمليات السياسية والاقتصادية والتعليمية، فصارت الدولة تدار والمجتمعات والموارد بعيدا عن الناس، بعيدا عن تأثيرهم، هم مشغولين بما هو أهم بالقضايا الكبيرة بتحرير الأقصى، نعم. خاصة في الأردن هاي المسألة يعني، والدولة والمجتمع تدار وتفعل بعيدا عن، صارت العمليات الانتخابية والنقابية حتى النقابات المهنية تدور حول العلاقة مع المعاهدة، العلاقة مع النظام السياسي في سوريا تأييده أو معارضته، التأييد العراق أو وهكذا، يعني كلها قضايا ليست في صميم حياة الناس وعلاقاتهم أو هدف، نعم. وبنية التشكلات الاجتماعية والسياسية. نعم، في طرحك عن العلمانية، وأنا وإحنا يعني أحضر لهذا الحلقة شاهدت لك كثير من الطروحات والمقابلات التلفزيونية، لكن هنا نص لفت انتباهي، تقول أن العلمانية ليست نقيض التدين والإيمان، ويمكن أيضا للمتدينين أن يكونوا علمانيين إذا كانوا قادرين على التوفيق بين إيمانهم وتدينهم من جهة طبعا، وبين الأنسنة بمعنى إسناد فهم هذا العالم المشهود المشتق منه مصطلح العلمانية إلى الإنسان نفسه. وأنت تعرف وأكثر من يعرف أن الإسلام السياسي والخطاب الوعظي شوه مفاهيم زي العلمانية والليبرالية وجعل وربطها بالكفر والإلحاد وإلى آخره. هو يعني في حالة من التغريق الإعلامي المختلف عن المعنى الحقيقي، المعنى التاريخي، نعم. للكلمة، وكيف تشكل هذا المفهوم وكيف نحت هذا المصطلح. فالعلمانية للعالم العالماني، وما زالت تلفظ في العبرية عالمانية، عالم العالم المشهود، يعني هي من العالم هذا الذي نشهده وليست من العلم المعرفة، بمعنى وهذا معنى أجمل، العالم أجمل من العلم، يعني هذا العالم كما نفهمه كما نشهده نديره وننظمه، ونحن ندرك أننا بشر وأن العالم يجب أن يفهم كما هو وكما نحن بشر، بمعرفتنا بأهوائنا بقيمنا بمصالحنا. فالعالمانية العلمانية هي إدارة التنوع في الحقيقة، ليست مشغولة بالدين، يعني تعريف العلمانية بأنها الحياد تجاه الدين هو تعريف الجزء وإطلاقه على الكل، هي الأصل أننا نفهم هذا العالم بتحدياته، نعم. ولكن الشائع يعني بالمفهوم السياسي هو فصل ليس الدين وإنما مؤسسات، المؤسسات الدينية عن حياة الناس، عن إدارة الدولة، عن إدارة، نعم. المجتمع، يعني بما أننا نفهم العالم كما هو وبما نحن بشر لا يمكن أن يكون أن يكون في هذا الفهم جزء غير مشترك، المشترك بيننا في فهم هذا العالم، نعم. هو الإنسان العقل، لا يمكن أن ندخل يجي واحد يقول لا هذا هو الحق الذي نزل من السماء حتى لو كان رأيه صح. رفض هذا الموقف ليس رفضا للفكرة ذاتها، لأنه لا ليس بيننا مشترك إلا العقل، فهي إدارة التنوع وعدم اليقين، نعم. إنه إحنا لا نعرف على وجه اليقين، لذلك نعتقد أن كل فكرة يمكن أن تكون صوابا، وحتى عندما نأخذ الأغلبية ليس لأنها صواب، لأنها الأغلبية فقط. نعم، تقول أيضا لضيق الوقت بأستعجل معك شوي، تقول أو كتبت مغردا: اليهود تخلوا عن كثير من التشريعات التوراتية والمسلمون متمسكون بها، ما هي الرسالة التي أردت أن توصلها من هذه الجملة؟ لدينا كثير من التشريعات والأعراف والأفكار الدينية مصدرها التوراة وليس الإسلام. الرجب لا يوجد عليه دليل، لكن بالتوراة 10 مرات الرجب، تزويج المغتصبة من مغتصبها نص في التوراة، تزويج الأرملة من أخوه المتوفى هي نصوص توراتية موجودة يمكن العودة إليها يعني وقراءتها في التوراة، ولا يوجد لها سند من الدين، ومع ذلك صارت أعرافا دينية تطبق عندنا وكأنها هي الإسلام. واليهود تخلوا عنها، بطلوا يعني، حتى وهي في نصوص واضحة وصريحة وإحنا ندعو إليها وكأنها هي الإسلام.
وهي ليست الإسلام. يعني تقول هذه الممارسات وهذه الأفكار وهذه القناعات مرجعها مصدرها التوراة؟ نعم جاءت من التوراة، كثير من التطبيقات والتشريعات جاءت من التراث، التراث التوراتي اللي كان سائد وموجود وقبله أدخله المسلمين، لا يتناقض مع الإسلام أو رأوه لا يتناقض مع الإسلام، كان هو تطبيقا لم يكن مع التاريخ مع تكرار. نعم فأنت تقول التطبيق. أن اليهود تخلوا نعم. لظروف الزمن والعصر والحداثة وكذا عن هذه الأحكام أو هذه الأفكار وما زلنا نحن متمسكون بها. نعم. نعم. لأنه هي إحنا أعطيناها مع الزمن، أعطيناها مع زمن صفة الدين، صرنا نخلط بين الإنساني والديني، ما هو من عند الله وما هو من وما هو ليس من عند الله. الممارسات الكثيرة اللي بتراكمها صرنا نظنها دينا، وما عدنا نميز بين الدين وما ليس دينا. هم في لما دخلوا في الحداثة قبلنا مع الحداثة الأوروبية وفهموا العالم، لم ينشغلوا بمحاولة إعادة فهم النص وليس المقصود وما هو مراد الله نعم. وما لا يريده الله مثل أو اللي هو تكييف النص الديني نعم. مع المعاصر هم خلص قال ليكن النص كما نعم. يكون إحنا نرى هذا العالم كما نشهده. نعم طيب بستأذنك بالفاصل الأخير في هذا اللقاء أستاذ إبراهيم غرايبة وأعود وأكمل معك هذا الحوار ومعنا. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الباحثة الأردنية الأستاذ إبراهيم غرايبة. أستاذ إبراهيم تقول كيف تتشكل الأخلاق والقيم في ظل هذا التغير الذي لم تعد فيه الأديان ولا المجتمعات منشئة أو ضامنة للأخلاق والقيم والتنشئة الاجتماعية والضبط والتنظيم الاجتماعي. يعني نعود بك إلى سؤالنا السابق عن مستقبل الدين، دور الدين نعم. في المجتمعات. هل تتوقع أن يمارس الدين أدوار جديدة أو دوره من جديد؟ هل يجدد الدين ذاته؟ هل يعني مرة أخرى بشكل عام ليس فقط الإسلام، هل يتكيف الدين مع المتغيرات المتسارعة ونحن في بداياتها كما تعلم؟ نعم هو كانت التنظيم الاجتماعي والأخلاقي تقوم به المؤسسة الدينية وليس المجتمع والمؤسسة السياسية. يعني الحكم والرجل الدين، الحاكم والرجل الدين هو الذي كان يقول نعم. للناس ما هو الصواب ويحاسب الناس على أخطائهم ولا نعم. ولما صعد المجتمع بالقرن السابع عشر 12 مفهوم المجتمع المدني كان الجدل الذي نتحدث به الآن، هل ستضيع الأخلاق؟ إنه كان التصور على مدى مئات السنين أن الذي يضمن الأخلاق هي الدولة والمؤسسة الدينية. لما انصعد المجتمع تبين أن المجتمع قادر على ضمان هذه الأخلاق، وظلت المجتمعات تنظم نفسها وتنظم الفاعلين فيها بنفس الفاعلية اللي كانت تمثل فيها تنظم فيها الدولة والمؤسسة الدينية. الآن السؤال، المجتمع نفسه لم يعد ينظم، أصبح في صعود الفرد، الفرد هو الذي يصعد في حالة من صعود الفردية غير مسبوقة وتحول حتى بالفكرة الفردية. يعني كان ينظر إلى الفردية في العصر الصناعة السابق أنها ضريبة التقدم، يعني هي نقبل بها وإحنا لا نريدها، لكن هذه الحضارة الحديثة تفرض هذه. الآن ينظر إلى الفردية فضيلة ما بعد الصناعة، إنه مع الحديثنا عن المؤسسات وإعادة النظر فيها الذي يصعد الفرد اليوم يعلم نفسه بنفسه نعم. يعمل بنفسه لنفسه من خلال الشبكة ومن خلال المؤسسات نعم. لم يعد بحاجة أن يكون جزء من مؤسسة أو مكتب نعم. يداوي نفسه بنفسه، تزيد معرفته وخبراته. فأصبح الحديث هل سيضمن الفرد الأخلاق؟ يعني هل فعلا الذي يحمل الأخلاق هي المجتمع أم ضمير الفرد؟ هل سيكون الفرد قادرا في غياب المجتمعات ودورها وغياب الدولة المركزية، أيضا الدولة لم تعد دولة مركزية تنظم وتتدخل في كل شيء كما كانت من قبل، هل سيكون الأفراد وهم أفراد قادرين على الاستمرار في الأخلاق اللي تواضعت عليها البشرية؟ أعتقد أنه نعم
أنه أساس، أنه أساس الأخلاق هو الفرد وليس المجتمع ولا الدولة. لم تكن يعني لم تكن الدولة ولا المجتمع هي التي أنشأت الأخلاق، لكن هذه الأخلاق، هذه الأفكار لا تأتي من فراغ، هي تأتي من تفاعل الناس مع بعضها البعض. صحيح. بالتالي المجتمع. خلينا ننتقل لظروف الوقت أيضا إلى فكرة متأكد أنها جدلية جدا، لك قراءة في كتاب عن دور الخليفة عبد الحميد في تأسيس إسرائيل، وتقول فيه إن التأسيس الفعلي والحقيقي لدولة إسرائيل في فلسطين كان برعاية تركية إدارة أداره وأشرف عليه السلطان عبد الحميد، ولم يكن وعد بلفور العام 1917 سوى استئناف أو تتويج للجهود والأعمال التركية التي بدأت قبل ذلك بأربعين سنة. البعض بيقول هذا اتهام خطير. إن هي وثائق وحقائق تاريخية. حدثنا عنها، حدثنا عنها أستاذ إبراهيم. ليست استنتاجا، يعني فكرة الوطن القومي لليهود في فلسطين بدأت في حوالي 1872 أول قرار اتخذ من الدولة العثمانية لفصل فلسطين عن ولاية الشام وإتباعها مباشرة إلى اسطنبول إلى وزير الداخلية، ولم تعد جزءا من ولاية دمشق. ولما جاء السلطان عبد الحميد في 1876 أعاد مرسوم جديد باعتبار القدس متصرفية مستقلة عن ولاية بلاد الشام اللي كانت مركزها دمشق وتتبع اسطنبول مباشرة. وبدأت من ذلك التاريخ بالأرقام، يعني أرقام الهجرات اليهودية وأعدادها وأعدادهم تضاعفت أضعاف كثيرة. ليس لدي الأرقام يعني الآن أحفظها، لكن عمليات شراء الأراضي وبناء المستوطنات بالعشرات، ومنها تل أبيب، مدينة تل أبيب البلد أيام السلطان عبد الحميد. لأول مرة بتاريخ الوجود اليهودي في فلسطين بخرجوا من مدنهم الأربعة الرئيسية اللي هي القدس وطبرية وصفد، لهم يعني مراكزهم التاريخية اللي كانوا صاروا يبنوا مستوطنات، يشتروا أراضي، يبنوا مدن جديدة. عشرات المدن التي أنشئت أيام الدولة العثمانية. لقاءات السلطان عبد الحميد مع هرتزل التقى ست مرات موثقة ومسجلة بالفيديو، يعني يمكن البحث عنها بجوجل وسترى بعضها حتى مصورة تلفزيونيا. وكان في اتفاق وتفاهم بين السلطان عبد الحميد وبين هرتزل ورسائل متبادلة لدعم مسألة، لكن هو كان حديثه أنه دون إعلان، ليس بالضرورة أن نعلن ذلك، أنتم بتهاجروا، وكل يهودي يأتي من أوروبا ويأتي إلى فلسطين يأخذ تلقائيا الجنسية الدولة العثمانية وإعفاءات ضريبية، تعالوا واشتروا أراضي. روتشيلد اشترى لحاله من الدولة العثمانية، من أراضي الدولة العثمانية، حوالي 400 ألف دنم. لكن كان بوعي عثماني بأن هذا بداية تأسيس دولة يهودية؟ لا، هي المفهوم الوقتها، المفهوم العثماني إنهم جزء من الإمبراطورية الدولة العثمانية، ليست دولة، يعني هي وطن لليهود، لأن الإمبراطورية دول أوطان داخلية، حكم ذاتي داخل الإمبراطورية مثل ما كانت كل هذه الولايات والمناطق. وكان ينظر إلى اليهود بالمناسبة حتى فكريا أنهم مواطنون، لأنهم اليهود الشكناز معظمهم من أصول تركية، قبائل تركية اللي كانوا في أوروبا وكانوا بلشوا يتعرضوا للاضطهاد مع صعود القومية. فكانت الدولة العثمانية تنظر إليهم مواطنيها وتتدخل لحمايتهم من الدول الأوروبية اللي تضطهدهم وتدعوهم للهجرة والتجنس والمجيء إلى الدولة العثمانية. برضهم كانوا مستثمرين وعندهم أموال، والدولة العثمانية بحاجة إلى أموالهم واستثماراتهم. نعم، يعني ربما الوقت يداهمنا الآن، لكن سؤالي عن الأردن وخطر الجماعات المتطرفة. تفضل. نعم، أقول مثال عن القدس. القدس كانت عدد اليهود قبل السلطان عبد الحميد فيها حوالي أقل من 5-6 آلاف، مع نهاية عهد السلطان عبد الحميد كانوا أكثر من 50 ألف، كانوا صاروا 2/3 سكان المدينة بعد ما كانوا أقلية حي صغير. هؤلاء جاءوا من خارج فلسطين؟ طبعا جاءوا من أوروبا، المضطهدين في أوروبا. نعم. طيب، سؤالي الأخير بيكون عن القلق اللي نقرأه في الصحافة الأردنية ومن لقاءاتنا بمثقفين أردنيين من خطر أو مخاوف التطرف الديني. داعش كانت نموذج صارخ للتطرف، والأردن لم تسلم من عبث وإرهاب داعش.
أستاذ إبراهيم غرايبة، هل أنت مطمئن أن الأردن تجاوزت خطر داعش، خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة؟ ربما الجماعات المقاتلة العنفية في قدرة على محاصرتها ومواجهتها، يعني القلق ليس كبيرا من عمل عسكري للجماعات، القلق من مسألتين الانزعاج، مسألة الفكر، البيئة الدينية المتطرفة، وهي حالة يجب أن نعترف أنها موجودة ومقلقة، التدين التطرفي، هذا التطرف الديني اللي يكتسح المجتمعات والأفراد والآن. مسألة المقلقة كثيرا الظواهر الأخيرة هي الذئاب المتوحدة، يعني الذين يقومون بأعمال متوقعة لكنهم غير متوقعين. كل العمليات الإرهابية اللي صارت في الأردن أشخاص لا يخطر على بالك أنهم يمكن أن يقوموا بتطرف من داخل المؤسسة الإدارية للدولة، يظهر لك شخص فجأة لم تكن تتوقعه، لم يكن معروف عنه من قبل ولا في عنه أي معلومة، وتعرض لتدقيق أمني ويتدرج في العمل والمؤسسات التي يعمل فيها، فجأة يقتل من حوله. هاي معظم العمليات الأخيرة اللي صارت. وهؤلاء تعتقد أنهم من نتاج الخطاب الديني المتطرف، خطاب البيئة الدينية، البيئة المحيطة بهم، تلقوا التدين والتطرف والتواصل عبر الإنترنت مع الجماعات والتنسيق معهم كأفراد، ولا أحد يعلم عنهم، لا تعرف عنه غير لما ينفذ العملية الإرهابية. نعم. لك أيضا طرح في دور الفنون ويعني الإبداعات الفنية في مواجهة الفكر المتطرف، هل مدارسنا اليوم خصوصا في الأردن تعطي اهتمام بهذا الجانب؟ لا، يعني هذه أزمة كبيرة في المناهج التعليمية والحالة الثقافية والاجتماعية الموجودة في الأردن، أنه في انحسار كبير للفنون، للفلسفة، للآداب، للعلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية تضعف تخصصاتها، والمتطلبات الدراسات الإنسانية والفلسفية لغير الدارسين اللي بيدرسوا، لأنه الإقبال كبير على التخصصات العلمية والتطبيقية، ولا يؤهلون هؤلاء، لا يتلقون تأهيل في الفلسفة والفنون والثقافة، فبكون مهندس ناجح ذكي لكنه لا يملك القدرة أو لم يتلقى المعرفة والمهارة على فهم الحياة، على التمييز بين التطرف والاعتدال، على الفكر الحر، على الشك. نعم. اللي إحنا صرنا نعتبره فضيلة، الشك لم يعد مسألة نخاف منها، لأنه من غير الشك لا نتعلم، خاصة العلوم الجديدة كلها علوم ليست يقينيات، إحصاء واحتمالات وبرمجة، ليست اليقينات الصلبة اللي كانت موجودة في المرحلة السابقة. نعم. أستاذ إبراهيم غرايبة، شكرا جزيلا لقبولك دعوتنا في حديث العرب للمشاركة معنا، كما أشكر مستمعي ومشاهدي حديث العرب على هذه المتابعة، نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.